Bonjour les gourmands, marhaba bikom sur notre chaîne YouTube Les délices de Fanny Dalium. Jibna lkom un marbré au chocolat. Bon voilà pour notre recette, nous avons 3 abeilles, 200 g de sucre, 200 g de farine, 100 g de beurre, 10 cl de lait, chouïa cacao, vanille, levure ou chouïa melh. Bon, on sépare les jaunes à les blancs. Nous mettons les blancs وحدهم ou les jaunes وحدهم. Nous sucrons ça صغيرة تاع الملح في le blanc d'œuf ونطلعوه هكذايا en neige. Voilà, نخبطوا هكذا bien حتى يطلع لنا en neige هكذا très bien. Donc c'est bon, نحطوه de côté. نروحوا les jaunes d'œuf. Les jaunes d'œuf نزيدو عليهم les 100 g de sucre ou le paquet de vanille. نخبطوهم هكذايا bien حتى يولينا بيض. يبيض الخليط هذايا ومن بعد نزيدو عليه الزبدة. فوالا دونك كي زدنا الزبده نزيدو نكملو نخبطو هكذايا بيان حتى تدخلنا مليح هذيك الزبده في السكر ولي جون داف. ودوق زدنا عليهم 10 سنتيلتر دو لي 10 سنتيلتر تاع الحليب. فوالا نكملو نخبطو هكذا بيان ومن بعد نحيو من الباتور وندخلو له لي 200 غرام دو فارين هكذايا ندخلهم ديليكاتمون. انايا راني نبان نجري هنا باسكو لا فيديو جريتها باش ما تكونش بزاف طويله. وزدت لا دوزيام فورني تاع لا فارين ووسيت لها لو باكي دو لوفور هكذا بلا سباتول. واسيو هكذا ديليكاتمون دخلوا بيان لا فارين بلا عقله. ودوق هذاك لو بلون دوف اللي طلعناه اون نيج نكملو ندخلوه في هذا في هذه لاباري بون في هذا الخليط. نواسيو هكذا بيان ديليكاتمون ندورو بيان هكذا حتى يدخل لنا مليح لو بلون دوف. تولينا عندنا اون بات كريموز. دوك هكذايا نقسمها على زوج. نواسي نص بجاه نواسيلو اون كويير هكا اون كويير سوب تاع الكاكاو. وهذيك الشوكولا دوبتها في ميكرووند وندخلوها هكذايا في لاباط. ودوق جي بوغي لو مول ديالي وسيلو شويه تاع لا فارين وهكذايا دو سيت فاسون نواسي زوج مغارف تاع لاباط شوكولا اي لاباط فاني هكذا باش نتحصلوا على ان كيك مغبغي شباب. ندخلوها 180 دوغري لو فور. ودوق هكذايا او طاب نخرجوه نقلبوه في تبسي فوالا. وانايا وسيت اون بوتيت غانش وشوكولا هكذا جو ديكور. نتوما كيما تحبوا واسيو واش تحبوا ولا ما تواسيو والو يجي لاباس به. وش لي ديكوري كان عندي شويه لوز افيلي شبحته هكذايا من الفوق. اي فوالا هاوليك لو ماربري ديالنا جا بزاف بنين. سورتو الناس اللي تحب الشوكولا على بالي يعجبهم بزاف. جربوه تشوفوا والله غير حاجه بزاف بنينه. تهلاو في روحكم ونتلاقاو في نوت غوسيت ان شاء الله. غرو بيزو باي.